كل جمهور النادي الاهلي، عائله النادي الاهلي النهارده كانت مجتمعه كالعاده هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. المقترحات وكل الرموز كانوا متواجدين، وزي ما تابعنا طبعا اللقاء كان رائع واكثر من رائع. النهارده كمان بينضم لي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، مجهود رائع ومجهود موفق زي ما قلنا، اللجنه المركزيه، لجنه الصياغه، كل الرموز الكره المصريه، ورش كتير جدا بتبذل الخروج بالشكل الامثل للائحه النادي الاهلي. حابب تقول النهارده على اليوم وعلى التجمع الكبير وعلى كلمات الكابتن محمود الخطيب النهارده يا محمد بيه؟ طبعا انا ما اقدرش اقول غير حاجه واحده بس، دايما احنا بنراهن على جماهير عموميه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ودايما هم بيفاجئونا باللي احنا يعني اقول لك لو احنا متوقعين، لا احنا بيفاجئونا بالاكتر من اللي احنا متوقعينه. النهارده يمكن دي اخر مرحله في خريطه الطريق بتاعتنا اللي اللجنه المركزيه اقرتها برئاسه الكابتن الخطيب، ازاي نحصل على المقترحات لكل اعضاء الجمعيه العموميه، ازاي يحسوا اللي هو شارك ان شاء الله لو بحرف، ازاي تبقى شاركت. ده تاريخ اللي بيحصل النهارده، هيبقى تاريخ النادي الاهلي، وخصوصا النادي الاهلي اول من نادى بتطبيق الميثاق الاولمبي، اول من نادى بعدم التدخل الحكومي، اول من نادى الجمعيه الحقوق العموميه هي صاحبه الحق الاصيل. الكلام ده كان من 2006، النهارده بنتكلم في 2018. لائحه النادي الاهلي هي اللي هتفضل مستمره معانا الفتره اللي جايه ان شاء الله. يمكن كان في لائحه مجلس اداره كابتن حسن حمدي، دي اول لائحه فعلا كانت للنادي الاهلي عشان خاطر تقر حق الجمعيه العموميه في تحديد مصيرها او تقرير مصيرها، ولكن رفضت من الجهه الاداريه. المجلس السابق اجتهد وعمل لائحه في 2017 نفس القصه رفضت. النهارده كان المجلس الاداره برئاسه كابتن محمد الخطيب كان وعد اعضاء الجمعيه العموميه اللي في خلال سنه هيكون في لائحه النظام الاساسي. من اول يوم طبعا زي ما سمعنا كابتن محمود النهارده كلف المستشار محمود فهمي برئاسه اللجنه، والشكر جزيل الشكر طبعا لسياده النائب الوزير العام فاروق، اللي هو لان محمود مسموح في قيمه وقامه طبعا، هو انكر انكار هو ده النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليه، وهو اراد المستشار محمود فهمي هو يبقى رئيس اللجنه الفعلي وهو يبقى عضو في اللجنه، ودي حاجه تقدر، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا بنقول عليه، وهي دي مبادئ النادي الاهلي. والزملاء في مجلس الاداره كلهم، الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ ابراهيم الكفراوي، الاستاذ محمد جمال الجرحي، قدروا اللي هم يعملوا او يوصلوا المشروع اللي احنا شايفينه النهارده. المشروع دوت رئيس اللجنه المركزيه كابتن محمود خطيب ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان اختار مصطلح جميل جدا، مصطلح عائله الاهلي. مصطلح عائله الاهلي هو بيحب ينفذه او عايز يعني يتنفذ بمفهومه الصحيح لهذا المصطلح. يعني ايه الناس كلها تشارك؟ النادي الاهلي نادي كبير، كلنا تحت مظله واحده، كلنا اسمنا النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها مدينه نصر، جزيره، شيخ زايد، كلنا اعضاء النادي الاهلي، كلنا جمهور النادي الاهلي، مفيش حد هيقدر يفرق النادي الاهلي، مفيش حد هيقدر يفرق بين حد والتاني، لان احنا كلنا فعلا النادي الاهلي، لنا حقوق، لنا واجبات، كلنا ملتزمين بيها. هو ده اللي احنا بنكره النهارده. يمكن احنا النهارده لجنه مركزيه اتخذت قرار اللي هي يبقى فيه ميل لطرح المقترحات على الميل، دي تبقى اول وسيله تواصل، لان كنا فيها ساعتها اجازه العيد وكابتن محمود ملتزم بوقت معين. الميل ده فوجئنا فيه في اجازه العيد ب 102 مقترح، ال 102 مقترح دول على الفور كابتن محمود اجتمع باللجنه المركزيه، اخذنا لقينا زي ما هو قال 75% او 80% كانت على مواد معينه بعينها، على طول احنا اخذنا قرار بتعديلها. يمكن الموضوع دوت كان هو ده شراره الانطلاق، اللي الناس فعلا حست بمصداقيه، الناس فعلا حست ان الناس هتتفاعل. النهارده انت وصلت 1416. 1416 اقتراح من اجمالي الاعضاء الجمعيه العموميه، ده في حد ذاته جميل جدا. طيب هنعمل ازاي تاني؟ ازاي نوصل مقترح، نوصل لمقترحات الاعضاء؟ ازاي يبقى في يعني حراك؟ وازاي الناس فعلا تحس ان هي شاركت؟ عملنا المنافذ اللي موجوده اللي دارتها شباب النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي، هم فعلا دول الشعلة الحقيقيه، دول هيستلموا مكاننا، دول هم اللي هيبقوا هم اللي هيديروا النادي الاهلي الفتره اللي جايه. قدروها الحمد لله رب العالمين بحكمه كويسه جدا جدا، رغم الحر ورغم 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 برضه خلي بالك اللي فيه اعضاء جمعيه عموميه، زي ما انت شفت النهارده في الحوار هتلاقي فيه دايما واحد جاي فيه هجوم شويه. العمليه ابسط من البساطه، احنا عندنا منتهى الشفافيه، مفيش حاجه بنخاف منها الحمد لله رب العالمين. بنطلع بنعلن في الوقت المناسب، يمكن الناس بتبقى مستعجله شويه، والوقت المناسب مش عشان حاجه، المسؤوليه بتحتم عليك، اللي هناك قرارات كثيره لازم بتيجي فيها على نفسك للصالح العام، وده لو اي حد موجود في مكانك هيعمل كده. الحمد لله عملنا ده ونجح، وصلنا فيه ل 840 اقتراح او 850 اقتراح. طب اخر حاجه في خريطه الطريق هي ايه؟ ازاي النهارده يبقى في تواصل حقيقي، وهي الزملاء قالوا ندوات، زملاء قالوا ورش عمل، قلنا لا هي مش ندوات ولا ورش عمل، هي لقاء رئيس النادي الاهلي اللي هو
خلاص استقبال المقترحات اللي حصلت النهارده دي هي دي النهارده عندي لغايه يوم 9/9 يبقى اخر يوم. طيب النهارده احنا مفيش باب لم نتركه او هيئه مسؤوله عن الرياضه في مصر سواء الجهه الاداريه وزاره الشباب والرياضه واخيرا اللجنه الاولمبيه. واحنا النهارده فعلا كانت اخر زياره لينا، رحنا اللجنه الاولمبيه في ورشه عمل كانت على مستوى راقي جدا، مستوى عالي جدا برئاسه المهندس هشام حطب. الحمد لله تبعيت هذه الزياره اللي هيبقى فيه زياره نهائيه من اللجنه الاولمبيه في مقر النادي الاهلي في الجزيره في ورشه عمل نهائيه مع لجنه الصياغه برئاسه المستشار محمود فهمي وعضويه معالي الوزير مجدي العجاتي الرجل الفاضل رئيس مجلس النواب وزير مجلس النواب الاسبق. فكل الكلام دوت انت بتتكلم فيه، بتتكلم في النادي الاهلي، كل الناس هتشارك، كل الناس هتقول رايها زي ما معالي المستشار اسامه قنديل قال ان شاء الله باذن الله في لائحه هترضي كل الاطراف. مش هنقدر نقول 100% المولى عز وجل في اختلاف عليه، ولكن احنا نقول هنقدر نرضي الاغلبيه والغالبيه العظمى، ولكن هيبقى الرهان الاخير هو يوم 28 اللي احنا بنقول عايزين نعمل فيه رقم وسكور عالمي جديد ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي برضه دايما بيفاجئ نعدي ال 40,000 ان شاء الله باذن الله. شكرا. مستمرين معاك يا باشمهندس عادل.